منافس ومواده حتى نهاية المادة 20، ثم تم إرجاء التصويت على ما تبقى من مواد القانون حتى إشعار آخر. يعني أنه تركيا هي دولة احتلالية وتريد ترجعنا لزمن العثماني، وتريد بعد مرور 100 سنة على اتفاقية لوزان 1923 تريد ترجع الإمبراطورية العثمانية. وكمان عندنا أهداف كثيرة، يعني بعد ما قوات سوريا الديمقراطية انتصرت على الإرهاب وعلى داعش اختلقوا قصة مفبركة من شان يتهموا رفاقنا بقوات سوريا الديمقراطية إدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا وقوانينه، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته، وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحرقها. إناسي حول الواقع الاقتصادي في مناطق شمال سوريا بشكل خاص وفي سوريا عموما، و بعض المواضيع المتعلقة بالاقتصاد العالمي لها تأثير حقيقي على الواقع الاقتصادي في البلد. اللي لاحظته خلال الفترة الماضية طبعا انه يعني عمل الإدارة كان بالجانب الاقتصادي كان بخصني بالدرجة الأولى، الجانب الاقتصادي ما راح أتدخل بجوانب أخرى، لكن عمل الإدارة بالجانب الاقتصادي أنا لاحظت انه كان في هشاشة بمصالح الشعب وحرياته، وعصونا سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية. أقسم أقسم أقسم. العدالة والتنمية الإخواني ومتزعمها أردوغان الآن يعيش أزمة اقتصادية، يعيش أزمة سياسية قد يسقط في الانتخابات، وهو يحاول أن يصدر هذه الأزمة إلى الخارج عبر اصطناع انتصارات ولو وهمية على حساب الشعوب. ما راح يكون في حال الشعب السوري ومعارضة، المهم تهديدات ما كانت طبيعية. طبعا بفترة طول الأزمة بلشت المواقف أو حدود الأفعال التركية اتجاه النظام السوري عم ينخفض، وحتى وصلت لدرجة أنه تركيا وراح توصل كمان تركيا تترجى انه يلتقي بالنظام السوري، وهاللقاء النظام السوري ما راح يقبله بسهوله الا بوضع بعض الشروط اللي نحن عم نشوفها فعلا راح تكون شروط صعبه. اول شيء بدها تطالب بالمعارضه اللي احتوتهم تركيا 10 سنوات، يعني الفصائل الموجوده اللي تحت اسم الائتلاف وما غيره وما غيره. غير ذلك مقابل أنه تركيا بتسليط سيطرة على مناطق شمال وشرق سوريا دائما تفتح مجال لاستعادة النظام سيطرت على هذه المناطق، واللي عم يلعب هالدور الوسيط هو فعليا الروس. فلذلك نحن ما عم نشوف هو تهديد جديد. طبعا بين فترة وفترة تختلف، وحتى ب 2019 أغلب الزملاء والزميلات كان مشهود على الخريطة اللي رفع أردوغان بمجلس الأمن وصرح أمام العالم وأنه المناطق اللي تركيا عم تستهدفها حاليا هي بهدف تشكيل مناطق آمنة، إسكان النازحين الموجودين بتركيا. طبعا الغاية المبرر كانت الاحتلال، طبعا ليعطي الاحتلال شرعية بده يتحجج بملف النازحين في مسألة الإرهاب. وما مثلا كوباني أساس بوضع استهداف كوباني ضمن هدفها، كوباني باعتبار صارت لها رمزية عالمية بعد محاربة داعش والمقاومة اللي صارت بكوباني. ثاني شيء إذا كوباني سقطت تلقائيا من بيتش راح تسقط، وراح تكون لها كمان تأثير على التنفع. يمكن مثلا بعض هيئات كثير شغل تكون عملها شديدة بالثقافة، إذا بس الخيارات الأساسية اللي بتمس حياة الشعب هن كلهم موجودين بخلية الأزمة، والمجلس العام لإداراتنا الرئاسة أو الرئاسة المشتركة تكون موجودين ليكون مطلع على التحضيرات الموجودة، وبنفس الوقت يقدر من خلال لجانه يتابع أعمال خلية الأزمة
بكل بلاد، وبنفس الوقت في لهم مهمة ثانية اللي هو عقد الاجتماعات للشعب والاطلاع على الوضع الموجود، يعني اطلاع الشعب على الوضع الموجود ومجاهزيته